بعد الأخبار التي نشرتها المواقع، فهمي كوزوزادا قام بتصريح أكد أنه منذ فترة لا يوجد أخبار عن ابنه، وما زال يقوم بالبحث للوصول إليه، ولكنه غير متأمل كثيرا. للأسف عندي خبر إلك بخصوص السيد براندن. طيب يا متى، يلا احكي لي شو القصة. مراد علمدار عمل تمثال وحطه قدام القنصلية لبراندن من شان يهينه، وبالحقيقة أخذت صورة وأنا متضايق. ليكون دافنه جوات هذا التمثال؟ لا، خبر المنيح، التمثال فاضي من جوا. مراد علمدار عمل هلا خطوة ذكية ضد براندن مشان يعلقه بقصة الإرهاب، ولحتى يطلع هو براءة بالآخر. بعت لنا رسالة بهالخطوة. أنا برأيي الخبر السيء هذا هو براندن لهلأ بين إيدين مراد علمدار، وممكن يكون عايش. وشي أكيد إنه خطوة مراد علمدار الجاية ما رح تكون بتضحك هيك يا متى. أنا جاي من القنصلية، في شي أمر بخصوص إنه ينحط هذا التمثال هون؟ لا، وما حدا خبرنا بشي. يلا خدوه بسرعة. تمام، رح ناخده، لا تقلقوا. خبروني انه وضعك كتير سيء. جروحي عم تنزف بسببكن. هالاراضي من مئات السنين عم تنزف. بنفكر بيهمني اذا جرحك نزف؟ بس ما رح خليك تموت بهالبساطة. خذوه على المشفى. ما بيصير شغلنا مع بعضنا بمجال الطاقة يكون بس للأهداف الاقتصادية. بالأول لازم نمشي خطوة لنوقف نزيف الدم على هالأراضي، وبشكل خاص الإرهاب يلي عم يمنع يصير أي تطور إيجابي بهالمنطقة هي. يعني الموضوع بنفس الوقت يا سادة كفاح للاستقلال والسيادة. في سبب مهم كتير عم يمنع دولة قبرص من إنها تكون واحدة من الدول المعروفة، هو إنها بمنطقة حرجة من ناحية مصادر الطاقة، ونحن لازم نلاقي حل سريع لهي المشكلة. مظبوط، عم يحاولوا يضيقوا خطوات روسيا الإيجابية بمجال الطاقة، ونحن عم نكافح لنضل واقفين على رجلينا. ونحن بالنسبة لنا بتجربة الطاقة عم نعيش هالوجع. الآبار اللي انحفرت بمنطقة المتشددين بدل ما تضخ بترول للأسف عم تضخ دم بأرضنا. لحتى نفهم هاللعبة اللي عم تنلعب قدام عيون كل العالم لازم الكل يسأل هالأسئلة ويدور على أجوبتها. المتشددين كيف عم يتمولوا؟ بالوقت يلي العالم الغربي عم يتهم هالمنظمة بالإرهاب. البترول يلي استخرجوه من الآبار يلي حفروها مين عم يشتري منهم؟ والشغلة الأهم، المتشددين أسلحتهم ما بتخلص، هالأسلحة من مين؟ وبأي أموال عم يشتروها؟ نحن منشوف انه هالمنطقة يلي سال فيها هالدم وتدمرت شركات النفط، كيف ما عم تشوف هالشي؟ يعني هن مع مين عم يشتغلوا ومين عم يدعمهم؟ من أوروبا للقوقاز ومن الشرق الأوسط والشرق الأقصى عم نستضيف هون السادة ممثلي الدول لنحكي ونتناقش بموضوع الطاقة. هو بالحقيقة حدث مهم إلنا. المفاوضات بين الهيئات بتعطي فرص جديدة لشرح الاقتراحات الاستراتيجية لنطلع بنتائج إيجابية مناسبة. تواقيعنا على هالاتفاق بالنهاية مو بس لتركيا، هي رح تساهم بتطورات جديدة لكل الدول المشاركة، وبنتمنى هالشي على القليلة انه يغير وجه المنطقة خلال وقت قصير. طبعا اهم احلامنا هو السلام للعالم كله ونعيش حياتنا برفاهية. رح نحاول انه يكون ممر الطاقة محمي وبأمان، وكل المنطقة رح تكون تحت السيطرة وما رح نسمح بأي تجاوزات. شو عم يصير؟ شو القصة؟ شو هالقواص هاد؟ شو في؟ تعرضنا لهجوم، استعجلوا. اطلعوا من دون ما تتوتروا، يلا يلا. يلا. سيدي، انزلوا لتحت أمل، استعجلوا. بسرعة رجاءً. من هون باشا، اقعدوا هون. يلا يلا بسرعة. تفضلوا سيدي لهون، تفضلوا. طيب لهون، تفضل. يلا تعالوا لهون، تفضل. بسرعة امشوا، بسرعة بسرعة. شو اللي عم يصير؟ انتبه سيدي. امشوا امشوا. انتبهوا. لا تقلق لا تقلق. دفعتوا لهون. لا تقتلونا. شو بدكم منا؟ لا تقتلونا. استعداد. اطلق. كان صعب شوي إنه نوصل لك. تحركوا. سيدي، مثل ما أمرت، نقلنا براندن للمشفى. ماشي تيمور. سيدي، هجموا على الاجتماع اللي كان موجود فيه الأستاذ. كل الحرس والأمن وكل اللي كانوا مشاركين بالاجتماع انقتلوا. والأستاذ؟ ما في أي خبر عنه. مين ساوى الهجوم؟ ما بنعرف سيدي، بس عملية احترافية. اختفوا بدون ما يتركوا أي أثر. إذا قتلوا الكل واخذوا السيد محمد، فهالشي كرمال براندن. شاهد قال انه رح يجي قائد جديد لفريق الليون، هو يلي عملها. قلت لك انه لما يجي قائد فريق ليون الجديد كل الموازين رح تتغير. بس ما توقعت كل هالقد. هالقائد الجديد عمل مفاجأة كبيرة لإلنا كلنا. معناتها باقي الشغل علينا نحن من اليوم ورايح. انت بعت هالخبر للمكان المطلوب بسرعة، وفورا رح جهز للعملية. كنا عم نستناك. انت عملت لي فخ. لا، انت طلعت بدون ما تستناني. ما قلت انك رح تجي؟ الرحلة بلشناها مع بعض ورح ننهيها مع بعض. طيب امتى؟ وصلت الدعوة، هلا رح نطلع. الفريق تبعنا جاهز ليوصلنا. أنت رح تاخذني لعند المعلم الأكبر؟ شيء أكيد. أنا مهمتي تنفيذ الأوامر، عم يستنونا. يا شباب، فيكتور بيزوف، بدي تركزوا على هذا الاسم. مين هذا؟ شو كل رحلة بيستخدم اسم غير. هذا الملل. بيستخدم جواز سفر روسي وجواز سفر انجليزي. اعتبر الموضوع انتهى. توصلتوا لشي جديد؟ لسه ما وصلنا لشي من الأسماء يلي معنا. دققوا بالتفاصيل. أكيد رح نوصل لشي. أنا رح دقق بهالوثائق. حققنا في السيارة بس ما فيش أي أثر لصقر. أنا هيك كنت متوقع. مع هيك نحن رح نضل عم ندور عليه. تمام. الو، ممكن احكي مع عاكف؟ حاج لعيمتة. عاكف، العصبية والتوتر مو مناح، ممكن يخلوك تنجلط. برأيي تهدى شوي. لساتك شب وانا بخاف على صحتك. ايه معك حق، بس ماني متوتر، لأنه لما قوصتك راح التوتر وارتحت. لولا هالأشغال يلي عندي لكنت أنا رديت لك لزيارة. بتشرف دائما. هلا شو بدك؟ قل لي الشيء اللي بدي اياه عندكم، وفي بايدي كمان شيء مهم كثير بده اياه مراد علمدار. خلينا نلعب هلا اكثر لعبه بحب العبها يا عاكف. خود وعطي. اتصل متى مثل ما قلت مقابل الاستاذ بدهم براندن. تمام عاكف، اعملوا تجهيزاتكم بأسرع وقت، لازم نرجع الاستاذ بخير. تمام أخي. شو عملتوا؟ سيدي مثل ما أمرتنا، نحن خلصنا العملية بنجاح. تمام حسني. أهلين سيد جان. أهلين فيك. أهلين. أهلين فيك. الظاهر في 5 أشخاص غير البارون. انت وانا وحقي هون كمان، ضل 2. معناها الهيئة تبعنا رح تنفتح على كل العالم يا متى. فهمي بيك، يا ترى كيف قدر يقنع السيد زهارياس؟ أكيد السيد زهارياس لما سمع بتشكيل الهيئة ما حب إنه يضل لحاله برا. أهلين سيد زهارياس. أنا هلأ عن جد تفاجأت، بنيامين كبر كل هالقد؟ يمكن إذا هلأ بحكي لك يا متى ما رح تصدق أبدا. عنده مصاري بكل مكان بالدنيا. لو زهر ياسمانو خايف من الخسارة ما إجا لهون أبدا. مرحبا يا أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك. بهالحالة رح يكون عنا كراسي بتكفي لحتى نربح ما؟ طبعا نحن رح نربح يا متى. ما قدرنا نكون من اللي صنعوا الألعاب على طاولة فهمي، بس ممكن نحن أنه نخربها. هون رح نأدي القسم؟ لا لسه بكير على مراسم القسم. البارون أول شي حب يحكي معكم أنتوا أخواته قبل القسم. تفضل. ليش ما عم تقعدوا؟ أنا ما بقعد مشان ما أضطر إني أقوم. أهلين بارون. أهلين فيك. بالحقيقة اجتماعنا يا أخواني لنحيي مرة تانية ماضي مهم بتركيا، ونحيي هيئة إلى روابط قوية، وخلال فترة قريبة رح يكون في أشخاص تانيين بيناتنا. وبصفة البارون برحب فيكن لتشهدوا على بداية مرحلة جديدة، وبقلكن أهلا وسهلا. ومثل ما كلكن بتعرفوا الذئاب ما بتتحرك بشكل منفرد. وين أنا؟ بالمكان اللي طلب المعلم الأكبر إنه نجيبك عليه، تحت البحر. اسمع، أنا ما بحب ألعب أبداً. بس هي مو لعبة يا شاهد، هي الحقيقة. لو حدا تاني خلاني أتعرض لهذا الشيء مثل ما عملت لكنت قتلته فوراً. لهيك أنت هون، نعرفك منيح. صدقني ما فيك تتخيل كم شخص حابب إنه يكون بمكانك ويوصل لهذا المكان. بس إذا في عندك أي شك فيك تطلع وتروح هلا. قديش رح استنى؟ هالشي بس المعلم الأكبر بيعرفه. لا تتفتل لحالك بعتمة الليل عاكف. ما بتعرف شو بيصير. ايه بس هي ارضي وبلدي وما راح يصير لي شيء. انت لا تتفتل لحالك بغير بلدك بالعتمة، هالشي خطر عليك. انا ما بغلط مثلك، دائما باخذ احتياطاتي وابدا ما بتفتل لحالي بالليل. عاكف، أنا ما جيت لدردش معك. يلا خليني شوف الأمانة. شو بفهمك بالأمانة متى؟ يلي عم تقول عنه أمانة لازم ينحرق بهالمكان. وانت كمان اخذ احتياطاتك. منبهر بذكائك، بس انا ما عم بقدر افهم مشاعرك بنوب. لا تقلق ابدا بخصوص مشاعري، دير بالك. اصحك تفكر تتجاوز حدودك. قلي الاستاذ وين؟ اصحك تفكر تتجاوز حدودك. قلي الاستاذ وين؟ البتيكين. بنفس اللحظة. بنفس اللحظة. انت منيح سيد براندن؟ خلصوا بسرعة، أنا بدي أروح من هون فورا. سيدي جهزنا لك هالقارب، تفضل. أنت منيح أستاذ؟ شكرا عاكف، أنا منيح وما فيني شيء. أنا عم فكر إنه نلتقي مرة تانية يا سيد عاكي، شو رأيك؟ مو مشكلة أبداً، نلتقي. رح أعمل لك تمثال إلك كمان. سيدي، قارب السيد براندن بلش يتحرك. اللي بنعرفه انه رح يمرقوا من هون بعد شوي، بس هن ما بيعرفوا انه عم نستناهم هون ورح نفاجئهم. خليكن جاهزين ولا تنسوا، نحن اجينا لهون بس منشان نقتل، مو لحتى نموت ابدا.